أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من المدى. الرواتب التقاعدية للسياسيين تؤكد أزمة في صندوق التقاعد وتهدد بإفلاسه. نطالع في الزمان. توجه النيابي للطعن بصرف 200 مليار دينار لكردستان. نقرأ في الشرق الأوسط. بايدن وبوتين يعتمدان إعلانا مشتركا لمنع نشوب حرب نووية. في العربي الجديد، تحقيقات تشير إلى تورط كتاب حزب الله باغتيال ضابط عراقي. نقرأ في القدس العربي. قياديون في طالبان يؤكدون رغبة الحركة في السيطرة الكاملة على أفغانستان. في عربي 21، شهيدة بالقدس واعتقالات بالضفة لأسرى محررين. وفي نيويورك تايمز، مقترح لإعادة القوات الأمريكية إلى الصومال ومواجهة تهديد الشباب. اختطاف آخر ملاذات العراقيين المظلومين. فعلى الرغم من نباهة الشباب الثورة وتشخيصهم للكاظم منذ أيامه الأولى بأنه الوجه الناعم لتورط الأحزاب وبيع كلام بحسب تعبير الكاتب، إلا أن أوسر الشهداء قد أملوا في أن يمسك بالقتلة وأن يحاكمهم على وفق قضاء توقعته عادلا ومنصفا. وهنا يذكر الكاتب ماجد السامرائي، لم يعد أمام العراقيين سوى الاعتماد على إمكانياتهم على الرغم من بساطتها، لكنها من خلال تراكم المحن ستحدث التغيير المطلوب. الخلاصة المطلوب إيصالها من خلال هذا السيناريو للرأي العام العراقي والعربي والإقليمي وواشنطن المنشغلة بترتيبات الاتفاق النووي، أن طهران هي الحاكمة المتحكمة الوحيدة بمصير العراق، مع أن هذه الحقيقة لا تحتاج إلى تأكيد، وأن الميليشيات التي تقتل شباب العراق يومياً لا يجرؤ أحد أن يقدم أحد أفرادها كمتهم في زمن الوصاية الإيرانية، وأن عهد ازدواجية التحكم بين واشنطن وبغداد قد انتهى بوصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض، فإيقاع مفاوضات فيينا يجب أن يمر سريعاً خلال أسابيع وليس شهوراً أو سنوات كما حصل في مسقط. النتيجة العرضية المهمة في هذا المشهد لدى كل سياسي عراقي شريف تخلص من لوثة الطائفية وكل مواطن مظلوم، أن يوم خروج المتهم بالإرهاب قاسم مصلح من مكتب الاحتجاز عند أولياء أمره في الحشد وعودته معافى، قد أنهى المهمة الاستعراضية التي استمرت لأكثر من عام للكاظمي بأنه سيمسك بقتلة الشهداء ويقتص منهم. سبق للكاظمي أن أكثر من إطلاق تصريحات نارية بعد ساعات من جريمة مقتل الوزني، ووصف قتلته بأنهم موغلون في الجريمة وواهم من يتصور أنهم سيفلتون من قبضة العدالة. وحين اعتقال مصلح أكدت التقارير الحكومية وجود أدلة دامغة على تورطه بمقتل الشهيد الفقيد حتى وإن لم يقتله بمسدسه، فعصابات القتل المنفذين كثر. مسلسل الإحباط متراكم منذ سنوات في مواجهة علية القوم للظلم في الاعتقال لسنوات دون محاكمات عادلة أو في قرارات حكم اتخذها القضاء لدوافع سياسية أو في تغييب الآلاف من الشباب في المعتقلات التي أنتجت المقابر الجماعية في مناطق هجر أهلها، وظن الناس أن هناك ملاذا أخيرا لتخفيف المظالم الكثيرة هو القضاء، مع أن الحقائق في سنوات أكدت تواطؤ سلطة القضاء مع هذه الأحزاب. لم يشهد العراق نفوذاً وتسلطاً لأصحاب العمائم ولا سيما المرجعيات الشيعية كما هو عليه الآن،
بحيث أصبح المعمم فوق القانون والدستور، ونفوذه ممتد في مؤسسات الدولة الإدارية والاقتصادية والأمنية وحتى السياسية منها. وقد ظهر هذا التنامي والنفوذ بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2003، وعلى الرغم من ادعاء الولايات المتحدة على أنها جلبت الديمقراطية للعراق، لكن الحقيقة على الأرض يطبق نظام ديني ثيوقراطي على غرار نظام ولاية الفقيه في إيران. فلنستمع إلى مقال للكاتب حسين صالح السبعوي. من جهة أخرى، إذا كان رجال الدين يسعون للنفوذ في الدولة ومؤسساتها، نجد أن الساسة والمسؤولين في العراق هم من سمح للمعممين أن يتغولوا ويفرضوا نفوذهم على الجميع في الوقت الذي يفترض على السياسي أن يحد من أي نفوذ لأي شخص على حساب الدولة، بينما في العراق الحالة بالعكس تماماً، ونادراً ما نسمع تصريحاً لمسؤول عراقي يعترف ولو ضمناً بأن النظام في العراق نظام كهنوتي، وأن شرعيتهم مستمدة من المرجعيات، وأن المرجعيات ورجال الدين هم فوق القانون، وأحياناً يطفي عليهم القداسة في الوقت الذي هم يتحملون المسؤولية عن تراجع العراق في كافة المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأصبح المال والقوة والنفوذ من نصيبهم، بينما الشعب يعاني من الفقر والفوضى التي حلت بالعراق، وأن من يريد أن يجد لنفسه وظيفة فما عليه إلا أن يحمل تزكية من معمم بغض النظر عن مؤهله العلمي وكفاءته، ومن ارتكب جرماً يكفيه حمل ورقة بتوقيع أحدهم ليخرج بريئاً مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه. حتى وباء كورونا الذي أصاب العالم أجمع، تجد المعمم الطائفي له رأي آخر مختلف عن رأي كافة المؤسسات الطبية والعلمية، سواء المحلية أو العالمية منها، وقد لاحظنا كم من المساكين راحوا ضحية أفكارهم المتخلفة. أضاف الكاتب: هناك ظاهرة أخرى، هي أن أغلب هؤلاء المعممين تركوا إصلاح المجتمع من الموبقات، خصوصا بعد انتشار المخدرات في البلد، وقاموا بتشكيل أحزاب سياسية طائفية وهم لا يعرفون ألف باء السياسة. كتب الصادق الأزرق قائلاً: يحاول سياسيون ومناصروهم في العراق بعد إخفاقهم الذريع في تحقيق أمن البلد واستقراره وانكشاف فقرهم الإداري والسياسي الكبير، يحاولون جاهدين إدامة بقائهم في السلطة بأي ثمن كان، حتى لو استمر انحدار العراقي من سيء إلى أسوأ، ولتحقيق ذلك يجاهدون، وبسبب اقتراب موعد الانتخابات على افتراض تحققها طبعاً، لحرف توجه السكان ومطالبهم المتصاعدة بإقامة مجتمع مدني متحضر. إن سياسي الطوائف في العراق الذين تمكنوا بالشحن والتحريض المذهبي من البقاء في واجهة إدارة البلد منذ احتلال العراق في عام 2003 يسعون الآن، وقد اهتزت سلطتهم بفعل وعي الجيل الجديد وبسبب إخفاقهم المخزي في بناء العراق وتحقيق الأفضل لسكانه، إلى تسيد الموقف من جديد، وأملهم الوحيد بذلك هو إثارة الفتنة الطائفية التي كثيراً ما يحلو لهم أن يحذروا منها زوراً وبهتاناً، وفي هذه المرة ارتأوا أن عليهم إثارة الطائفية بأعلى المستويات ليتهجموا على رموز يعدهم آخرون من العراقيين أئمة لهم، أو تهديم شواخص رموز تاريخية بحجج مهيئة لمغازلة مشاعر الجمهور الذي أصبح غير معني بترهاتهم بحسابات الواقع المعاش، ومقاطعة النسبة الأكبر من الجمهور للانتخابات السابقة، كما أن الاقتراع المقبل على افتراض أنه ينفذ في تشرين الأول من عام 2021 يتعرض منذ الآن إلى دعوات كبيرة للمقاطعة من قبل قوى هامة في الحياة السياسية بسبب ما يرونه من تهديد بالتصفية اغتيالاً للمرشحين، وهي عمليات طالت بالفعل ناشطين حتى قبل أن يرشحوا أنفسهم لأي انتخابات،
كما أن الناخبين مهددون أيضا بالضغط عليهم لإجبارهم على التصويت لجهات متنفذة تحت تهديد السلاح المنفلت. أضاف الكاتب بأن العودة إلى استعمال الورقة الطائفية البغيضة يعود بالدرجة الأولى إلى تنامي وعي الأجيال الجديدة من الشباب في جنوبي ووسط العراق التي عبرت بتظاهراتها وشعاراتها عن سعيها إلى وطن يحتويهم ويلبي طموحاتهم بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة ويوفر لهم العمل والسكن والأوضاع المعيشية التي تليق بإنسانيتهم. هناك تصريحات كثيرة أخيراً وأفعال مستمرة يقوم بها كل من الروس والأمريكيين بما يخص الوضع السوري، كأن لا تجدد الإدارة الأمريكية مثلاً لشركة النفط الأمريكية بالعمل في منطقة الإدارة الذاتية، وعكس ذلك تستقدم قوات عسكرية إلى تلك المنطقة، ويعقد ممثلوها لقاء مع ممثلي الدولة التركية بقصد تنسيق المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. وربما يشمل التنسيق المعركة المقبلة في مجلس الأمن بخصوص المعابر. إذن عن هذه القضية فنتابع هذا المقال بصحيفة العربي الجديد. رفضت أمريكا وأوروبا الانتخابات الرئاسية ولم تتغير مواقفهما من النظام السوري، وإن توقفت عن إصدار عقوبات جديدة على شخصيات وشركات تابعة له. أمريكا بتعزيز وجودها في شمال سوريا وباتخاذ عدة خطوات غير صدامية تبتغي إيصال رسائل إلى الروس: ليست لدينا خطة لتغيير ما أرسي في سوريا، لكن من غير المقبول استمرار النظام على طبيعته، ويجب تحجيم الوجود العسكري الإيراني خصوصاً. ليست روسيا مستعدة لعقد صفقة مع الأمريكيين، وهي تستكمل خياراتها الكارثية بحق السوريين في أستانا. فقد تداولت الأخبار عن اجتماع جديد لتركيا وإيران وروسيا في هذه العاصمة قبل نهاية يونيو الجاري وضمن مسارها، وكذلك بدء العمل من أجل جولة سابعة للجنة الدستورية. نعم، لا تريد أمريكا انسحاب وفود المعارضة من تلك اللقاءات والمسارات الروسية أستانا سوتشي، اللجنة الدستورية وغيرها، وكذلك أوروبا، ولكن أيضاً لن تتشدد في حال رفضت المعارضة تلك اللقاءات، لا سيما أن المعارضة انتهجت على وقع تراجع المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الخيار السياسي والتفاوضي مع النظام. مشكلة المعارضة السورية أنها لا تضع استراتيجية واضحة لكيفية التفاوض، وتلهث خلف أي لقاءات هنا وهناك، منها المعلن ومنها المخفي، وهذه من الكوارث، وهي ليست أخطاء غير مقصودة، فمسيرتها من فشل إلى آخر ومنذ عام 2011. أضاف الكاتب أن مواقف الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض وسواهما تسمح بتمادي النظام في رفضه لها وفي تدجينها لمصلحة الخارج. تتسارع التطورات الميدانية في سوريا وتتسارع معها التطورات السياسية من دون أن يعني ذلك حدوث تغييرات جذرية في المقاربات الدولية والإقليمية لسبل حل يرضي جميع مكونات الشعب السوري المتطلع لنيل حريته. وهنا قال الكاتب يونس العيسى: تكاد تختزل مدينة منبج الحاضرة النائمة على الضفة الغربية لنهر الفرات هذا التداخل الإقليمي والدولي على الساحة السورية. لقد أثبتت الوقائع أن احتلال قوات قسد لمدينة منبج والتي ترفع شعار نشر الديمقراطية قد أسس ديمقراطيات بمقاييس خاصة تخدم أهدافه وذريعة للحجر على الشعب وفرض الوصاية على إرادته وتحويل الديمقراطية إلى وسيلة لتحقيق المصالح الفئوية والعرقية والعشائرية باسم الديمقراطية. وبالتالي فقد تسببت هذه الديمقراطية في ضرب نسيج البلد الواحد، وليس من الشاق على المحتل أن يجد سبيلاً للتقسيم باسم التعددية والتنوع كلما وجدوا أرضاً لهذا الزرع الخبيث.
لأن الديمقراطية هي قبل كل شيء بناء فكري وثقافة راسخة تمثل الحرية جذرها والمواطنة سقياها وحصادها تنمية وأمنا واستقرار، فضلاً عن كونها مفهوماً خاضعاً للتنافس والمعارضة. الشعارات التي ترفعها قوات القسد غالباً ما تقود إلى تدمير ذاتها، بحيث يتم إسقاط الشعار ذاته وبناء جدار من الكراهية ضده، وتتحول هذه الشعارات إلى معاول هدم وأدوات تخريب للأمم والشعوب، وتصبح في ذاتها محرقة للقدرات والمقدرات وللبشر والحجر، وبذلك تصبح كارثة ودمارا وتتحول إلى وسيلة للمحاربة. أضاف الكاتب: ميليشيا قسد انتهجت منذ احتلالها مدينة منبج وغيرها من المناطق التي تحتلها شمالية وشرقية سوريا أساليب وطرائق للتنظيمات الإرهابية، سواء في توظيف الفكر والمعتقدات والشعارات لاستقطاب الأنصار والمقاتلين، وفي طرائق نهب الأموال والسطو والممتلكات على الممتلكات العامة، أم أيضا في طرق الانتشار وخوض الحروب بالوكالة واستخدام سياسة التفجير والتهجير. في قراءة تركية لنتائج قمة حلف الشمال الأطلسي للكاتب إسماعيل باشا، الذي قال إن الجانب التركي يبدو راضيا عن نتائج اللقاء على الرغم من استمرار الخلاف في بعض الملفات. نتائج اللقاء يمكن تلخيصها في أن الجانبين اتفقا على التنسيق والتعاون في عدد من الملفات مثل أفغانستان وليبيا وسوريا، ومواصلة المباحثات للتوصل إلى حلول في ملفات أخرى كامتلاك تركيا منظومة S-400 الروسية. نتائج اللقاء يمكن تلخيصها في أن الجانبين اتفقا على التنسيق والتعاون في عدد من الملفات مثل أفغانستان وليبيا وسوريا، ومواصلة المباحثات للتوصل إلى حلول في ملفات أخرى مثل امتلاك تركيا لمنظومة S-400 الروسية. ويبدو أن واشنطن لا تحبذ الربط بين الملفات التي قد تتعاون فيها الولايات المتحدة وتركيا بتلك الملفات التي تسمم العلاقات التركية الأمريكية، إلا أن فصل كافة الملفات عن بعضها البعض ليس ممكناً من الناحية العملية، حتى وإن كانت شروط كل ملف تختلف عن شروط غيره، لأنه لا يتصور أن تنظر واشنطن إلى تركيا في ملفات على أنها شريك وحليف ثم تعاملها في أخرى وكأنها عدو لدود يجب محاربته. وكان الجيش التركي يؤدي في الماضي دوراً مهماً في الناتو كثاني أكبر قوة عسكرية في الحلف بعد الولايات المتحدة، ومن المؤكد أن ذاك الدور أصبح اليوم أهم من ذي قبل بعد أن حققت تركيا نجاحات باهرة في مجال الصناعات الدفاعية، كما تحولت طبيعة مشاركتها في الناتو من دولة وظيفية إلى أخرى ذات استقلالية وحضور في أماكن عدة حول العالم. وكانت تركيا بالأمس ترسل قوات عسكرية خارج حدودها بناء على طلب الناتو، إلا أن تركيا اليوم تقوم وحدها بعمليات عسكرية ناجحة خارج إطار الحلف للدفاع عن حقوقها وحقوق الدول والشعوب الصديقة. خلاصة القول إن قمة حلف الشمال الأطلسي لفتت انتباه العالم إلى مكانة تركيا في هذا الحلف، وأن لقاء أردوغان وبايدن فتح أمام أنقرة وواشنطن مجالات للتقدم في تحسين العلاقات التركية الأمريكية، وذلك بالتعاون والتنسيق في قضايا تهم البلدين وعدم التصعيد في المشكلات والخلافات التي لم تحل حتى الآن. ذكرت صحيفة الاندبندنت أونلاين العثور على الفطر الأسود الذي قد يكون قاتلاً لدى بعض مرضى كوفيد-19 في سلطنة عمان، وأكدت صحيفة تسجيل 3 حالات من المصابين بوباء كورونا، وتابعت أضافت أن الفطر الأسود هو عبارة عن فطريات مخاطية موجودة في الهواء تسبب مضاعفات خطيرة
للمصابين الذين يعانون ضعفا في المناعة. وأوضحت الصحيفة أن العدوى قد تنتقل من خلال استنشاق عبر الجيوب الأنفية والرئتين وتجاويف الصدر. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم. في السبت المقبل لنا موعد جديد. إلى اللقاء.